السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخصائي في الطب التكميلي الطبيب حسين الهاشمي. معنا اليوم وصفة طيبة تفيد مرضى السكر، حتى مرضى سرطان الدم تفيدهم بإذن الله تعالى. وصفة طيبة وبسيطة وسهلة المنال. ما هي هذه الوصفة؟ الوصفة كالآتي: نأتي بعصير البصل، البصل نعصر البصل مقدار فنجان، ونأتي بفنجان عسل ويمزج ويشرب كل ساعتين ملعقة مدة 21 يوم. بإذن الله تعالى مرضى السكر حتى مرضى سرطان الدم سيستفيدون استفادة بالغة بإذن الله تعالى. هذا، وصلوا وسلموا على الحبيب المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.